القصر عمره 300 سنه، طابعه عثمان على عربي لعيلة دباني. قبل دباني بناه شخص مغربي اسمه علي اغا حمود بال 1720 ميلادي. دباني اشتريه من 200 سنه بال 1800، كان بس هالطابق. عيشوا 100 سنه بهالطابق، واخر 100 بال 1920 زادوا الطوابق اللي فوق. عفشاته بحدود ال 100 سنه، وعندنا قطع موسيقى هيدي اللي شايفينها بالشبابيك 300 سنه. عندنا هيدا السقف من خشب الارز اللبناني حلو كتير، واللي نازل منه تيجان بشكل ديكور. وعندكم كل هالزخرفه والنقوش على القناطر والحيطان عثماني وعربي. ومن ضمن قطع الموسيقى عندنا هون صندوق موسيقى اسمه فونوغراف، هيدا فرنساوي عمره بال 120، مع سيديات اللي بالعلاقه. تحت سبيل مي للشرب كان يشربوا منه. هيدا ستون كانت فرنسوية بتحب الكاميرات كتير، من عائلة بورتاليس.